Welcome to the Egypt. معانا النهارده دكتور احمد لطفي. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك دكتور. ممكن حضرتك تعرفنا بنفسك؟ دكتور احمد لطفي حاصل على ماجستير 2014، دكتوراه 2019، كليه التربيه جامعه بني سويف. اهتمامي اكتر في مجال الاطفال تحديدا، نتكلم في الاندوكراين وهيماتولوجي كتخصص اكثر دقه، ثم في مجال النيوتولوجي في حديث الولاده والمبتسمه. اهلا بحضرتك دكتور. كنت عايزه اعرف راي حضرتك في المؤتمر. المؤتمر تنظيم اكثر من رائع حقيقه، قدره هائله على ان في سبونسر بيدفعوا ارقام محترمه يخلونا نطلع بمستوى راقي، نقدر ان احنا نوفر ميزانيه قويه، نقدر ننتدب ونجيب اسماء كبيره جدا في التخصص على مستوى العالم وعلى مستوى مصر. قيمه المؤتمر العلميه يعني لا تضاهيها قيمه، 3 ايام يعني امبارح والنهارده، تنوع غير عادي في فرايتي. عندنا تقريبا كل البرانشز، الباثولوجي والفارما وخلافه، لدرجه ان النيوتريشن سيشن والنيرسنج سيشن ادرجت في المؤتمر، وكان في ثناء كبير جدا ورضا كبير جدا عن معظم التوكس اللي اتقالت النهارده. على مستوى التواصل الصراحة أبهرني، يعني بعيدا عن أي مؤتمر آخر، ده كان أكثر تمييزا بيها، إنه متواصل معاك على مدار الساعة. يعني تبقى الساعة 11 ل 10 في سيشن، هتبتدي الساعة 11 فتلاقي الموبايل في رسالة جاية على الموبايل، تلاقي الإيميل باستمرار في تواصل، لدرجة إن أحيانا كان في اتصالات. فأنا أقصد إن في اهتمام غير عادي حقيقة، يعني يمكن ده ما لمستوش في أي مؤتمر قبل كده. إضافة إنه في آب خاص للمؤتمر، يعني لدرجة إن هم باعتين لينك بآب نزلناه على الموبايل، في تفاصيل البروجرام والإيفنتس كلها على مدار اليوم. فصراحة في تكامل غير عادي، يعني مش هيضيع منك فرصة، أو صعب إنك تسأل سيشن إيه اللي شغالة وفي أي قاعة. ده حقيقي تنظيم رائع حقيقي. يعيب نقطة، هي مش عيب، أتمنى إضافتها، لأن في مجال بحكم برضو الأطفال، مؤتمرات أخرى دون ذكر يعني اسم المؤتمر، دايما كان مع القاعات اللي موجودة للساينتيفيك توك كان في بيشنت سيشن، وطبعا احنا أطفال، فكان دايما في مؤتمر ما بقاعة مخصصة في اليوم الثاني أو اليوم الثالث الأخير، مش كل يوم، على مدار 3 أو 4 ساعات بيقعد فيها رئيس المؤتمر وبيجيب فيها المعنيين بالمشاكل، اذا كان رئيس التامين الصحي او مدير المستشفى الرئيسي اللي فيها مشكله زي القصر العيني مثلا وقسم الهيماتولوجي على سبيل الذكر، يعني فيجيبوا الثلاث اربع رؤوس المهمه اللي هتحل مشاكل، ويجيبوا البيشنتس اللي هو الاطفال الصغيرين وذويهم بقى الاباء والامهات. فكانت بتبقى فرصه هائله ان المريض نفسه بينقل شكواه لايف في المؤتمر، وبتتحل اون تايم بوجود المسؤول. موجودة بالفعل. أنا ممكن يعني عشان الحقوق ممكن أقول لحضرتك اسم المؤتمر بعد ما نخلص. حاجة رائعة. ضيفي على ده إن أنت كمان بتوزعي عليهم إدوكيشنال ماتيريال عالية جدا، وخصوصا إن معظم الشركات ما شاء الله يعني لديهم من القدرة المادية إن هم يعملوا حاجات ممتازة. فكان المؤتمر ده في اليوم أنا متذكر كويس جدا، وما كان كل شيء بيتوزع على الأطفال، قمة في السعادة. هو كان جاي زعلان وعنده بعض الشكاوى، بيمشي مبسوط، متعلم، وعيه وثقافته بالمرض زادت، مشاكله جزء كبير منها اتحل. ده افتقد اللي أنا شايفه مفتقد إلى الآن، إن المؤتمرات الكبيرة، معظم المؤتمرات الكبيرة إحنا بنتكلم لصالح المريض من خلال أبحاث علمية ونتائج، بس ما جبناش المريض نفسه الى المكان اللي احنا بنعمل فيه المؤتمر عشان نسمعه. هو مش عايز اقول ان هو عيب قاتل، لكن هي نقطه ممكن توضع في الحسبان ان اردتم. يعني ميرسي جدا يا دكتور، سعدنا جدا بحضرتك.